سبحان من خلق فأبدع. حيوانات تتميز بسرعتها الكبيرة على الأرض، وأخرى تسابق الريح بسرعتها في الطيران في الهواء. أهلا بكم متابعي قناة أرابيك جيوغرافيك. كنا قد تحدثنا معكم من قبل عن أسرع الحيوانات البرية على الأرض، ولكن ماذا عن أسرع الطيور في الهواء؟ تعالوا معنا اليوم لنشاهد مقارنة سريعة بين أسرع الحيوانات الفهد وأسرع الطيور الشاهين. لكن فضلا الإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. الفهد هو نوع من السنوريات يعيش في إفريقيا وجنوب غرب آسيا، يعرف باعتباره الحيوان الأسرع في العالم. تصل سرعة الفهد القصوى إلى 120 كيلومتر في الساعة، هذا ويمكن أن تصل سرعته من 0 إلى 75 كيلومتر في الساعة في ظرف ثانيتين فقط. يتمتع الفهد بجسم خلق خصيصا لأجل السرعة، بوزن يقل عن 60 كيلوغرام، وبرأس صغير وقفص صدري مسطح وأرجل هزيلة تساعده على مقاومة الهواء. يعمل ذيل الفهد الطويل كدفة لتوجيه القط واستقراره، وعموده الفقري مرن للغاية مع ممررات أنف كبيرة ورئتين ضخمتين وقلب كبير يساعد في امتصاص الهواء وتزويد الدم بالأكسجين. يقول الكثيرون أن الفهد أسرع من العديد من السيارات حول العالم، والسبب في ذلك أن الفهد يمكن أن تصل سرعته إلى 103 كيلومتر في الساعة في خلال 3 ثوان فقط من انطلاقه، أي أنه ليس بحاجة إلى الوقت الكثير كي يأخذ سرعته الكاملة، بعكس السيارات التي تحتاج إلى عدة دقائق حتى تأخذ سرعتها الكبيرة. ومع كل هذه السرعة إلا أن عنده بعض العيوب، فالرد يزيد من درجة حرارة جسم الفهد ويستنفذ مخزونه من الأكسجين والجلوكوز، لذلك يحتاج الفهد إلى الراحة بعد فترة وجيزة من الركض، وأيضا إلى الكثير من الطعام لتعويض طاقته. وللأسف قد تم تصنيف الفهد على أنه من الحيوانات المهددة بالانقراض بنسبة منخفضة، ويرجع السبب في ذلك إلى قيام مربي الحيوانات الأليفة بقتل الفهد، لأنه يحاول دائما صيد الماعز والحيوانات بطيئة السرعة، كما أن بعض الصيادين لديهم هواية اصطياد الفهد. للفهود عدة سلالات، حيث قال بعض العلماء أنه توجد 6 سلالات للفهود، بينما يقول البعض الآخر بوجود 8 سلالات، وأسرع هذه السلالات هي الفهد الغربي والذي يعيش في إفريقيا الغربية. كان هذا ما نعرفه عن الفهد أسرع الحيوانات البرية. أما عن الشاهين أو الصقر الجوال، هو الطائر الأسرع في عالم الطيور بسرعة تصل إلى أكثر من 390 كيلومتر في الساعة، أي أنه أسرع من الفهد ب3 مرات، وأعلى سرعة سجلت لهذا الطائر كانت بنحو 389 كيلومتر. ولكن هذه السرعة لا يصلها الشاهين مباشرة، فسرعته في الطيران العادي أو في الارتفاع في السماء تبلغ ما بين 64 إلى 88 كيلومتر في الساعة. ولكن ما يميز الشاهين هو حيلته في زيادة سرعته إلى 4 أضعاف من خلال قدرته على الارتفاع في السماء إلى ارتفاعات شاهقة، والغوص لتحت بسرعات خيالية تصل إلى 390 كيلومتر في الساعة. وعادة ما يستخدم هذا الأسلوب في الانقضاض على الفرائس التي يصعب عليها الإفلات منه والهرب. والشاهين المعروف تاريخيا باسم صقر البط، هو طائر جارح يتغذى بشكل أساسي على الطيور المتوسطة الحجم، وفي بعض الأحيان يصطاد بعض الزواحف والثدييات الصغيرة. تصل طيور الشاهين مرحلة النضج الجنسي في السنة الأولى، وتتزاوج مع نفس الشريك مدى الحياة. يتراوح طوله من 34 إلى 58 سنتيمتر، وجناحيه من 74 إلى 120 سنتيمتر،
في العادة يكون شكل الذكر شبيها بالأنثى، لكن الأنثى أكبر حجما. يعتبر الشاهين من أكثر الطيور انتشارا في العالم، ويعيش تقريبا في جميع أنحاء الكوكب بما في ذلك بعض الدول العربية بالقرب من ساحل شمال إفريقيا وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، إلا أن الصيد المتكرر جعله يختفي في العديد من المناطق. وبعد أن تعرفنا على خصائص كل من الفهد أسرع الحيوانات على الأرض، والشاهين أسرع الطيور في السماء، وبعد معرفة الحيلة التي يتبعها كل من الفهد والشاهين في سرعته على الانقضاض على الفرائس، نجد أن الشاهين يتغلب في سرعته على الفهد بالقليل من فرق الوقت، وبذلك يفوز الشاهين بلقب أسرع المخلوقات على كوكب الأرض. سبحان من خلق فأبدع. إلى هنا تنتهي حلقتنا عن أسرع الحيوانات على الأرض وفي السماء. سبحان الله الخالق، كل يوم نكتشف جديد، وما زالت خفايا الله عظيمة. نتمنى أن تكون حلقتنا قد نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. Arabic Geographic، طريقك إلى المعرفة.